ترى حتى تعبت من الغسيل وسوى هاي الصوندة تعبتنا همين، كل ما اغسل التهبت همين. الى لوكيشن اخر تحديدا دياله. طبعا هذه القصه انسانيه بكل معنى الكلمه. هذا طفل اسمه صفاء يعاني من فشل كلوي من سنوات، يعني هو عمره يمكن هسه 11 12 سنه. حاليا يتم غسل الكليه حسب ما يتحدث هو بثلاث مرات تقريبا بالاسبوع، وهذه كلها يعني ضغط نفسي، تكاليف، وحتى ده يصاب بالتهابات في اثار الجروح. لكن هذا الطفل يحتاج الى حل نهائي، محتاج الى زراعه كلى. طبعا وضع العائله المادي صعب، الوالد عباره عن كاسب يعمل باليوميه وما يقدر يامن موضوع العلاج. هذا الطفل بصراحه ناشدنا وناشد برنامج لوكيشن انه اي احد يقدر يساعده، اي مؤسسه، اي جهه. هو ناشد رئاسه الجمهوريه وناشد رئاسه الوزراء، واحنا ايضا نضم صوتنا الى صوته الى وزاره الصحه والى اي شخص قادر ان يساعد هذا الطفل. الوضع يعني عنده يكسر القلب بصراحه. طفل بهذا العمر احنا نتمنى انه يكون له حل حتى يرجع يعيش من جديد ويمكن يكمل حياته. مؤلم اللي ده يصير بهذا الطفل في بلد بكل هذه الثروات وكل هذه الامكانات بموضوع زراعه كلى. الحاله الماديه هي الحاجز اليوم حتى هذا يكمل حياته، هذا الطفل. اتمنى من كل من يشاهد هذه الحاله، راح يكون رقم الهاتف موجود، نوصلكم مباشره بهذا الطفل وعائلته، يا ريت نقدر نساعده. خلونا نشوف. حلقتنا من برنامج لوكيشن هي في مناطق غرب معقوبة. الطفل صفاء يعاني من مرض الفشل الكلوي لأكثر من 6 سنوات، عمره 12 سنة و6 سنوات معاناة مع المرض. صفاء يناشد رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، وزير الصحة، الناس الخيرة اللي عانته بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وعائلته ما تقدر توفر له العلاج وغسل الكلى بالاسبوع 3 مرات بالاضافه للعلاجات المكتوبه. نتامل من كل الجهات المعنيه تنظر الحاله الصفاء اللي يعاني من هذا المرض وان يشافيه ويخلص من معاناته. اللي يتامل فقط ما يريد صفاء هسه شيء واحد، يريد فقط ان يرجع دراسته ومع اقرانه اللي حاليا مرحله السادس ابتدائي. والله أنا أناشد لأن عندي فشل كلوي قاعد أغسل هسة بالغسل قاعد أتعب، وأناشد همي أناشد رئيس الوزراء، أناشد رئيس الجمهورية وكل واحد خير إن شاء الله يتبرعون لي وحيل ما أضل بيها حتى، وين ما أروح لازم إلا زرع كله، وحتى من أغسل أتعب وأتخربط همين. ومن المدرسة همين حامش من عندها حق سادس هسه لازم، بس ببطة سنتين من ورا مرضي صار لي 5 سنوات هذا المرض بيه فشل تلاوي، وهسه وين ما راح العلاج تلف ملاته قالي هواية. أبوي همين عامل كاسب ويعني وين ما يشتغل ماته ما عنده راتب همين، ويعني ما عندنا فلوس حتى العلاج نجيبه، حتى زرعت له ما عندنا الفلوس حتى زرعت له وهاي نسويها. أناشدهم رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، أناشدهم يتبرعون لي إذا سوي العملية ما زرعت له وأخلص إذا أرجع للمدرسة همين، وتبوني من أطفالكم همين. ترى حتى تعبت من الغسيل وسوي هاي الصوندة تعبتنا همين، كل ما أغسل التهبت همين. هسه غيرتها وحتى لما اغيرها الدم يصير عنده وجع وتلتهب همين، وانا شفت رئيس الوزراء.